في خطوات مستمرة نحو التوعية الصحية، بدأت الفرق الجوال التابعة لجمعية عموم الأرمن الخيرية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان عملها من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخدمات طبية شملت الفحوصات والتشخيص، قياس الضغط وتقديم الأدوية، وذلك في عدد من القرى التابعة لمدينة القامشلي. عم نفوت على كل قرية، عم نعاين أكثر شيء المرضعين والحوامل، ويجونا أقسام تانية، عنا التهابات نسائية، عنا يعني شريحة كثير هيك من الأمراض اللي نقدر عليها عم نعالجها. عنا دكتورة نسائية وقابلة، وعنا دعم نفسي. نحن عم نقدم خدمات الصحة الإنجابية بريف مدينتي درباسية وعمودة. قمنا بتغطية عدد من القرى بالدرباسية، مثلا القرمانية، تل أيلول، تل تشرين، ظهر العرب، تبش، والمزيد من القرى، بالإضافة إلى قرى في مدينة عمودة مثل البهيرة، خانكة، سنجق، سعدون، وأم الربيع. لحد الآن استقبلنا حوالي 2600 مستفيدة، ونحن مستمرين لهلا. الخدمات الطبية المقدمة شملت 950 طفلا في أرياف القامشلي، إضافة إلى تقديم أكثر من 6000 جلسة توعية للأمهات والأطفال، وذلك ضمن خطة لاستمرار تقديم الدعم الصحي والتوعوي للمناطق النائية.